بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بالفرد الأول من الدورة الثانية. طبعا نشرع بدأ بالتاريخ القسم السادس ابتدائي. إذا نشرع على بركة الله. أولا خذوا قلم طبعا وورقة مزدوجة وضبطوا الوقت تقريبا 30 دقيقة. نحاولوا نجاوبوا على هذه الأسئلة. التمرين الأول، أعطي تعريفا لكل من الاحتلال الإيبيري، تعريف الاحتلال الإيبيري، ثم وقعة أو معركة وادي المخازن. نعم، وقعة أو معركة وادي المخازن. ثم بعدها عندنا هنا أتمموا الفراغ بما يناسب. ملك ماريني شجع على طبعا تملك العلوم واتقان المهن اللي هي الصنائع. شكون هو هذا الملك الماريني الذي شجع على تملك العلوم واتقان المهن؟ نعم، اذا اولا باش طبعا جاوب على الاسئله وعدنا نمر الاسئله المواليه. قلنا الاحتلال الايبيري شنو هو؟ هو طبعا سيطره، نعم الاحتلال الايبيري سيطره، نعم طبعا الاسبان والبرتغال، الإسبان والبرتغال طبعا على السواحل أو ثغور المغرب، طبعا على ثغور ثغور المغرب الساحلية، ثغور المغرب الساحلية. نعم، وهادشي كان في القرن 15. ثم عندنا هنا معركة واد المخازن اللي هي طبعا دارت بين المغرب، دارت بين المغرب طبعا والبرتغال، دارت بين المغرب والبرتغال طبعا سنة 1578 ميلادية، واللي فيها انتصر المغرب. طبعا انتصر المغرب، انتهت بانتصار المغرب، انتهت بانتصار المغرب طبعا. وتم هنا تولية أحمد المنصور، أحمد المنصور طبعا السعدي، تمت المبايعة ديالو. هنا قال لك أتمم الفراغ بما يناسب. ملك طبعا بمليني شجع على تملك العلوم وإتقان المهن الصناعية اللي هو أبو عنان المريني، اللي هو أبو عنان المريني. نعم، دابا الآن سنمر إلى الأسئلة الأخرى. نعم، ها هي عندنا هنا بنى أبو عنان المريني المدرسة البعنانية طبعا في أي سنة بفاس؟ سنة طبعا الهجرية ثم الميلادية. أحدد أربعة مرافق للمدرسة البعنانية طبعا هما، ثم أحدد السلطان الذي بنى قصر البديع مراكش. ما وظيفة قصر البديع؟ نعم، ما وظيفته آنذاك؟ إذا المدرسة بنى أبو عنا المي المدرسة البولندية بفاس طبعا سنة 752 هجرية، 52 هجرية الموافق ل 1351 ميلادية. نعم، الوظائف ديال المدرسة البولندية طبعا كاينه قاعة للصلاة، مرافق قاعة للصلاة بها منبر، ثم عندنا قاعات للدرس للدروس، قاعتين للدرس، ثم عندنا غرف للطلبة للمبيت، غرف للطلبة، ثم عندنا صومعة، ياك عندنا نزيدو هادو ميضاءتين، كاينه ساعة مائية تاهي نزيدوها، ساعة مائية. حنا طلبو منا أربعة، حنا ذكرنا هادشي، حنا كنشرحو هذا ماشي كنجاوبو فقط الامتحان. أحدد السلطان الذي بنى القصر البديع مراكش، شكون هو السلطان الذي بناه؟ هو أحمد منصور طبعا، أحمد المنصور السعدي، أحمد المنصور السعدي. ما وظيفة القصر البديع؟ طبعا للبعثات، البعثات الدبلوماسية، البعثات
الدبلوماسية، ثم كان محفل، أي مكان الحفلات، محفل يلتقي فيه أعيان الدولة، طبعا محفل ديال ليالي رمضان، ليالي رمضان والأعياد، الأعياد المولد النبوي الشريف، أعياد ديال المولد النبوي طبعا الشريف، أعياد ديال المولد النبوي الشريف. هذا طبعا بالنسبة باقي لنا التمارين. نمر إلى التمرين الثاني، نحاول نصغر شوية الصورة. نعم هي مزيان. دابا التمرين الثاني تيقول لنا أصل بين الحدث التاريخي في العمود واحد، هذا هو العمود واحد، وتاريخ وقوعه في العمود الثاني. إذا هذا هو العمود واحد وهذا هو العمود الثاني. نعم هنا مبايعة محمد القائم بأمر الله، معركة واد المخازن، استرجاع حصن سانتا كروز وأزمور، وفاة السلطان أحمد المنصور. هنا التواريخ 1541 ميلادية، 1510 ميلادية، 1578 ميلادية، و 1603. إذا مبايعة محمد القائم بأمر الله فكانت سنة 1510. 1510. معركة وادي المخازن، معركة وادي المخازن طبعا كانت سنة 1578. 1578. استرجاع حصن سانتا كروز وأزمور فطبعا كانت في سنة 1541. 1541. وفاة السلطان أحمد المنصور، وفاة السلطان أحمد المنصور كانت سنة 1610. 1610. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثاني، وهذا طبعا هو أول نموذج. ترقبوا النموذج الثاني عما قريب، وطبعا ثاني غنديروا واحد في الجغرافية، نماذج في الجغرافية ديال الفروض، ونماذج طبعا ديال التربية المدنية. كذلك المستوى الخامس إن شاء الله سنقوم بإيجاز مجموعة من النماذج تتعلق بالاجتماعيات أو باقي المواد. إلى اللقاء.